ينضم إلينا من رام الله مراسل الغد ضياء حشية. ضياء، ما تفاصيل عملية الاستشهاد؟ نعم أحمد، هذا الشاب هو مجاهد حامد، يبلغ من العمر 32 عام. زعمت المصادر الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بأن هذا الشاب قام بإطلاق النار صوب عدد من الجنود بالقرب من مستوطنة عفرة، أي شمال مدينة رام الله. هذا الشاب بعد ذلك تمت ملاحقة مركبته من خلال وحدات خاصة إسرائيلية وقوات كبيرة من الجيش، التي أغلقت عدد من المداخل، مدخل يبرود وعين يبرود وسلواد وسنجل وغيرها من المداخل، فرضت حصار كبير جدا حتى تمكنت من تحديد السائق واتجاهه، وبعد ذلك تم يعني إطلاق الرصاص صوبه مباشرة في جريمة إعدام. كان بالإمكان لربما حسب بعض شهود العيان أن يتم اعتقال هذا الشاب دون أن يتم إطلاق الرصاص عليه ومن ثم قتله بصورة وحشية وبدم بارد. قبل قليل أيضا هيئة الشؤون المدنية تبلغت بأنها استلمت جثمان هذا الشاب، وهو على غير العادة أن تقوم قوات الجيش الإسرائيلي أو السلطات الإسرائيلية بأن تسلم جثمان من ينفذ عملية حسب المزاعم الإسرائيلية، تقوم بتسليمه إلى الجهات الفلسطينية وبعد ذلك يوارى أثره. لكن هذا طبعا أمر مستغرب حتى بالنسبة لنا كصحفيين، كيف يتم تسليم جثمان شاب ادعت السلطات الإسرائيلية بأنه نفذ عملية؟ هناك أمر لربما غريب، ولكن في قراءتنا لهذا الموضوع قد يكون السبب هو النية الإسرائيلية لعدم تصاعد الأوضاع، خصوصا بأن التحذيرات الأمنية لدى أجهزة المخابرات الإسرائيلية التي يعني تحدثت قبل يومين ولا زالت كانت تتحدث عن انفجار وشيك في الأراضي الفلسطينية تحديدا في الضفة الغربية نظرا لتدهور الأوضاع. هذا الشاب الذي استشهد هو متزوج، له ولد وحيد، كانت إسرائيل حكمت عليه بالسجن الفعلي الإداري لمدة 12 شهرا ربما يزيد عن ذلك في عام 2020. مجموع ما قضاه هذا الشهيد قرابة 9 أعوام. حركة حماس زفت هذا الشاب الذي ينتمي إلى عناصرها على حد وصفها في البيان، وقالت بأن هذا الشاب تمكن على مدار يوم أمس وهذا اليوم من تنفيذ عمليتي إطلاق نار صوب أهداف إسرائيلية في منطقة محيط مدينة رام الله، ولكن الجثمان وصل إلى مجمع فلسطين الطبي. لربما من المقرر أن يتم تشييع جثمان هذا الشهيد وهذا الشاب إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه في بلدة سلواد يوم غد، أي بعد صلاة الظهر كما جرت العادة. كانت هناك أيضا محاولات إسرائيلية هذا اليوم من أجل القبض على عدد من الفلسطينيين، ولكن تم التصدي لهذه المحاولة. نعم صحيح، في غالبية الأوقات وفي غالبية الفجر على وجه التحديد أوقات الفجر تدخل قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي إلى مناطق تحددها مسبقا وتريد تنفيذ حملة اعتقالات. حول هذا الشأن فيما يتعلق بالشهيد، بعض المصادر قالت لنا بأن الشهيد كان مطاردا وأن إسرائيل كانت تنوي اعتقاله منذ عدة أيام ولكنها لم تفلح في ذلك. وأيضا وصل هذا الشاب بمركبته وأطلق النار صوب قوة كبيرة من الجيش الإسرائيلي التي كانت متواجدة عند مدخل مستوطنة عفرة القريبة من مدينة رام الله. ولكن نتحدث عن آلاف حالات الاعتقال سجلت منذ بداية العام، نتحدث عن أكثر من 213 شهيدا حتى هذه اللحظة ونحن نتكلم وإياكم، هو مجمل عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بداية العام حتى هذه اللحظة. ولكن أيضا سياسة الاعتقالات لم تتوقف، هناك التحذيرات الأمنية التي تنطلق من أجهزة الأمن الإسرائيلية حول أن هناك جهات فلسطينية أو أفراد يعني يريدون تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، لذلك هي تقوم بملاحقة هؤلاء الشبان ومن ثم تنفيذ حملة اعتقال تطالهم في غالبية الأوقات. لكن الشبان الفلسطينيون أيضا في المدن الفلسطينية والقرى التي يتم اقتحامها لا يقفون ساكنين، بمعنى أنهم يقومون بإلقاء الحجارة، يقومون بإلقاء الزجاجات الفارغة أو يعني زجاجات المولوتوف صوب القوات الإسرائيلية المقتحمة في محاولة للتصدي، بمعنى أن كل اقتحام يكلف الجيش الإسرائيلي كثير ولكن فعليا يوقع عدد من الشهداء كما
درجة نعم الأحداث التي شهدناها على مدار الأيام والأسابيع الماضية بسقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين عندما تقتحم القوات الإسرائيلية نعم مناطق الضفة الغربية وقراها ومدنها. ضياء حشية مراسل الغد من رام الله، شكرا لك.